أما هلأ بننتقل لفقرتنا التالية إليها ومع فريق يمكن خلال الأزمة انتشر بشكل كتير كبير على الأرض وكان له دور ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، كان عم يقوم نشاطات طبية صحية ليكون يمكن شريك بحل الأزمات الصحية اليوم. ولحتى نحكي أكثر عن تأمين مستلزمات عديدة إلى الناس من خلال حملات التعقيم وتأمين اسطوانات الاكسجين وتوزيعها على المرضى وعلى المحتاجين، والكوادر الطبيه يلي بتقوم باي استشارات بتلبي عفوا اي استشارات للمرضى اكيد. ورح بصيرنا نرحب اليوم باتصالنا الهاتفي مع الدكتور جعفر مصطفى من فريق عقمه. صباح الخير دكتور. اهلا، صباح النور، سعد صباحك، ان شاء الله المقابله الجايه تكون ظروف صحيه افضل من هلا. صباح الخير دكتور. صباح النور يا هلا، يسعد صباحك. تمام. بالبداية أكيد نوجه التحية لكل فريق عقمة اللي فعلا عم يقوم بنشاطات وفعاليات اليوم في ظل الظروف الصحية الصعبة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا. خلينا نحكي عن الحالات اللي عم تواجهكم اليوم، كيف عم يتم التواصل معها وكيف عم تكونوا متواجدين. تمام، هلا احنا الحالات من بداية الأزمة هي ضمن منحنيات ذات ذروات، وهالشيء لحد الآن يعني ملموس عم نشوفه، بس في فارق بسيط حاليا انه الذروه الحاليه خلينا نقول صامته شوي، ما حدا عم يحس فيها يعني غير الهيئات الصحيه، الناس ما شاعره فيها. كونه ما تبين انه المريض حامل للفيروس غير عن طريق المسحات او اختبار البي سي ار اللي عم ينعمل ببعض المناطق. نحن حاليا نسب فينا نقول عاليه جدا، بس عدد قليل منهم عم يوصل للمرحله اللي يحتاج فيها اكسجين منزلي او تحويل لمشفى. هالشيء اللي عم يخلي العالم ما تنتبه لهالشيء، والعالم كله ماشي انه في شخص مثلا قاعد بيناتنا طلع ايجابي بعدين. فنحن يفضل حاليا اي شخص عم يطلع عنده اي اعراض فورا يعزل حاله او يتواصل معنا لنحاول نصل لعنده نحن نتاكد اذا هذا الشيء هو كورونا او لا. نعم دكتور، لكن خلينا هيك نحكي أكثر. ذكرنا بالمقدمة عن مساعدة فريق عقمة إلى كل مريض وكل حدا محتاج إلى أسطوانة أكسجين، إلى استشارات طبية وإلى دواء أيضا. اليوم خلينا نحكي يعني من بعد الفترة الصعبة من موجة الكورونا وإصابة عدد كبير من السوريين بكورونا، اليوم نحن قديش قادرين كفريق انه نأمن مستلزمات المرضى، ولحد اليوم تقريبا قديش انقذنا ناس من الكورونا؟ تمام، هلا نحن بالنهايه كونه جائحه مجتمعيه فالكل بده يكون مشارك، ما فينا نقول انه عقمها هي اللي انقذت او فلان هو اللي انقذ، بالنهايه اللي عم ينقذ هي البلد كلها، هي كل الناس عم تشتغل بمجال الصحي. نعم، بس نحن كوصوا الناس اللي ساعدناها تقريبا اللي وصلوا لمرحلة الأسطوانات هن 7000، اللي كانوا على استشارات هاتفية عدد كتير كبير، يعني ما عملنا له حتى أحصاء، إنه كتير كتير كبير الرقم. موضوع المعاينات تقريبا 3000 معاينة احنا قدرنا نطلع نطلع بيوت مرضى. من أيمت نحن عم نحكي؟ قد إيه تقريبا صرنا مبلشين؟ نحن من 540 يوم تقريبا مبلشين، عملوا 24 ساعة. يعطيكم ألف عافية، يمكن جهود كبيرة عم تقوموا فيها، وقديش مهم يمكن التشاركية اليوم مع كل الجهات المعنية ومع المجتمع المحلي للحد من هي الجائحة. عم تحكي عن أرقام 7000 و3000 واليوم مستمرين بهيدا العمل، عم تحاولوا تكونوا متواجدين يعني دايما عم تتلقوا كل الاتصالات من جميع المحافظات، عم تحاولوا تأمنوا فينا نقول اسطوانات الأكسجين للمحافظات الأخرى؟ لا نحن حاولنا شوي، بس عم نحاول انه اللي برات الشام انه يحاول هو ياخذها، لانه ما عندنا كثير صعوبه، موضوع النقل كثير كثير صعب، يعني بتعرفي انت صحيح محافظه لمحافظه، احنا بالنهايه فريق، بس هو عموما يعني المحافظات الثانيه ما فيها الضغط السكاني اللي بالشام، فما كان عم تعرض للموجات القويه اللي عم تصير عندنا. لهيك كان تركيزنا الاكبر هو هون، كونه هون الضغط الاكبر للحالات، يعني كتعداد سكاني ان كان، وان كان كعجق بالطرقات وهيك، فالانتشار كان اوسع هون، فهون كان أسهل. الابدى خلينا نقول. هاي من الصعوبات يمكن اللي عم تواجهكم فينا نقول ضمن الشغل مع الفريق، شو الصعوبات يمكن اللي اكثر شيء عم تواجهكم اليوم لاستكمال عملكم؟ هلا كنا خلينا نقول لك موضوع المواصلات تقريبا، تعبئه الاسطوانات هي تكلفتها كثير صارت عاليه بالفتره الاخيره.
يعني صوره الاكسجين انتقلت من 8 لتقريبا 14. فهي احنا هي الشغله الموضوع التعبئه كثير عذبنا بفتره الموجه. تامين الاسطوانات يعني العدد اللي عندنا صار تقريبا خلينا نقول جيد مغطي حاجتنا تقريبا والمرضى اللي عم تراجعنا. بس خارج الموجات يعني ضمن الموجه انت قد ما كان عندك اسطوانات ففي ناس حاجتها. نعم دكتور جعفر، خلينا بس هيك نحكي بالختام عن كيفية التواصل معكم. في رقم موبايل أو خلينا هيك نقوله للناس أي حدا بحاجة، المناطق المتواجدين فيها بشكل دائم، كيف فيهم المرضى يتواصلوا معكم؟ هلا هن بس عليهم يتصلوا فينا على رقمنا الإسعاف في 099-848-0354 الباقي كله علينا. يعني نحن اذا كان بده طبيب فالطبيب حيطلع بسياره من المركز واصل لعنده ما حيدفع شيء هو. نعم. بعض الحالات ان كان هو بحاجه دواء الدواء متوفر بالمركز حنقدم له اياه مجانا. ومشان موضوع الاسطوانات كمان في سيارات مخصصه لنقل الاسطوانات عم نحاول نوصلها للاشخاص اللي بالضواحي البعيده شوي عن قلب الشام. كل ما في قدرة نوصل للكل. فعم نحاول نحن اي شخص بالمناطق البعيده نحن نوصل الاسطوانه اللي عنده ما يجي هو ياخذها. نعم أكيد جهود كبيرة عم يقوم فيها فريق عقمة ويمكن جمعيات وكثير من الفرق اليوم عم نشوفها على الأرض مع المجتمع المحلي لتقديم المساعدة الطبية في ظل انتشار جائحة كورونا وفيروس كورونا المستجد. نتشكرك الدكتور جعفر مصطفى من فريق عقمة، نوجه تحية لكل الشباب على الجهود اللي عم تقوموا فيها ويعطيكم ألف عافية. نحن بنشكركم كثير، الله يعطيكم العافيه ويقويكم وتضلوا سند لنا وعم تساعدونا كلياتكم بتوصيل هالرساله. يعني الكل بالنهايه كلنا بدنا نساعد نوصل هالرساله.